وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقا للجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور مصطفى مدبولي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد أن المشروعات القومية ستمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة. من جانبه قال رئيس الوزراء إن الدولة قامت وبالتوازي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والأمر الذي أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وجه الرئيس كذلك بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية، وتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي قدرها 1 مليار دولار خلال شهر يناير المقبل.